صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تعمد بعض النساء إلى أن تضع حشوة على شعرها وتلف الشعر حولها مما يوحي أن شعر المرأة كثير وغزير، ولا تقصد به خداع الخاطب، وإنما تتزين به في الحفلات والزواجات، فهل تدخل في الواصلة والمستوصلة؟ يعني تدخل بقوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسلمت في البخت، لتجعل لها حجم آخر مع رأسها حتى يظن شعر، وهما هو شعر، هو شيء مجعول تحت الشعر يرفعه ويكون كأنه حجم رأس آخر، كان لها رأسين. هذه من المائلات المميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.